قبل عدة سنوات طلب أحد الأقارب من الوالد يرحمه الله أن يحول عليه مبلغ من السعودية إلى اليمن، وفعلا حول عليه 70,000 شلن عن 35,000 ريال سعودي في ذلك الوقت. وبعد وفاة الوالد يرحمه الله طلب المبلغ أن يرسل إليه، والآن الريال السعودي يساوي 35 ريال يمني، أي 17 ضعف السعر السابق تقريبا. أرجو من فضيلتكم إفادتنا بحكم الشرع في هذا، جزاكم الله خير. الواجب عليكم أن تؤدوا المبلغ بما يساويه في الوقت الحاضر، وقت التسديد. نعم.